أهلا بكم مشاهدينا إلى أبرز الأخبار في دقيقة. واشنطن تكشف صاروخ الحوثيين على الرياض يحمل بصمات إيران. باحثون يؤكدون الهجمات الإلكترونية تدير الملايين من العملات الافتراضية على بيونغيانغ. قمة أمريكية كندية لتعزيز الضغط على كوريا الشمالية بسبب برامجها النووية. دراسة حديثة تؤكد سعادة الإنسان الفقير في علاقاته بأشخاص آخرين، بينما سعادة الغني بمزيد من الصفقات التي تدر عليه مزيد من المال. وإصابات الدماغ تقود الأشخاص المسالمين إلى الإجرام. وفي التكنولوجيا، خدمة من فيسبوك تخبر المستخدمين عند تحميل صور لهم من حساب آخر. وأخيراً، شقيق ميسي الأكبر حراً مقابل 100,000 يورو لحيازته سلاحاً ناري.